مساء الخير مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة. ضيفي في هذه الفقرة دكتور حسام مطر، بدي ارحب فيك، اهلا وسهلا. الباحث والكاتب السياسي. يعني المشهد ما بعرف، يمكن فينا نسميه ضبابي، ولا في ناس بيقولوا انه تنين استشارات، انه اخيرا تنين استشارات، يمكن نشوف تكليف. في البعض بيقول لا، ما في شيء مضمون نهار التنين شو راح يصير. بدي اقرا انا وياك المشهد السياسي الحالي، من بعدها بننتقل للسيناريوهات المحتمله بالمستقبل، وبنربطها هيك محليا باقليميا ودوليا طبعا، وربطا بالوضع الاقتصادي اللي الناس هاممهم بالدرجه الاولى. بدي بلش بالمشهد السياسي. أولا أكيد الواقع كتير ضبابي وسيبقى كذلك، ولا يمكن القيام بأي توقعات حاسمة، وهذا يعود أولا إلى حجم الأزمة الحاد جدا على كل المستويات، واثنان يعود إلى أيضا الإرباك الدولي فيما يخص الواقع اللبناني. يعني كمان الخارج مربك اتجاه ما يجري، وهناك تضارب وعدم وضوح فيما يريد نفسه الخارج تجاه لبنان، ويضاف إليه أن القوى اللبنانية كلها بدون استثناء مربكة، وأيضا هناك إرباك داخل الحراك نفسه في الأيام والفترة الأخيرة. إذا لا اللاعبين الإقليميين أو الدوليين واضح كتير عندهم المشهد ولا شو بدهم من المشهد، يعني في عندهم أطروحات عامة، وأيضا فيش تجانس بالمواقف. يعني إذا رحنا بين الأمريكيين والفرنسيين في فجوة، الموقف اللبناني، القوى اللبنانية اللي هي في داخل اللعبة السياسية مربكة حائرة، لديها هواجس مخاوف، لو ما رايحة الأزمة الاقتصادية، لو ما رايحة الأزمة المالية، شو السيناريوهات المطروحة، ما حدا عنده لائط اللعبة. يعني مثل فرضية أن رئيس سعد الحريري هو قاعد بمكان مريح وقاعد عم بيناور وقاعد عم بيرسم السيناريوهات، لا، جزء من سلوك الرئيس سعد الحريري يعكس في ضمنه حالة إرباك كبيرة. وأيضا الحراك اليوم صار جزء من حالة الإرباك، وهول كلهم على المستوى الإقليمي والدولي والداخلي الرسمي والداخلي غير الرسمي، المربكين والضائعين عم بيصيروا بلحظة التوترات والاضطراب النقدي والمالي يتسارع بشكل كتير كبير. لهيك هذا مشهد ضبابي، وبتضل السيناريوهات مفتوحة طوال الوقت، ولو أنه فتح مسار التكليف، لكن ما فينا نحسم أنه يصير التكليف، ولا فينا نحسم، يعني فينا نقول بنسبة 90% ستجري الاستشارات يوم الاثنين. وفق كل هذه الضبابية في مؤشر اللي بدنا نضل نعول عليه، أن هناك مقدار من العقلانية لدى المعنيين بالشأن اللبناني. يعني هذا الوحيد اللي هلا في عول عليه، أنه بالنهاية القوى السياسية اللبنانية والمعنيين من الخارج في لبنان لديهم مقدار من العقلانية اللي بيدركوا فيه أنه هامش المناورة في اللحظة الحالية ما بيحمل أكثر من هيك. هل هذا بدنا نعول عليه بشكل رئيسي؟ فبالتالي بناء وحدة الأزمة نفسها بتقول للاعبين كلهم قد ما ناوروا بدهم يجوا بلحظة ما يبلشوا يهدوا. فهلا فتنا بهذا المسار، نسبة 90% نحن رايحين على التكليف نهار الاثنين، اللي مبين رايحين باتجاه سمير الخطيب. هلا لهلا اليوم هلا بهذه الدقيقة اللي سألتني إياها، إيه بس كيف تقرأ مثلا تصريح الوزير انه هذا المشنوء من دار الفتوى؟ كيف تقرأ انه دار الفتوى بعد لهلا ما قالت اي موقف؟ وكيف تقرأ ضبابية المشهد ببيت الوسط حول سمير الخطيب نفسه؟ فعنا هلا رح اقول، فعنا اذا سؤال انه رح يصير التكليف، بضل هل سينجح الرئيس؟ يعني اول شيء اذا تجاوزنا انه تم تكليف المرشح المفترض، اثنين هل سينجح في التكليف في التأليف؟ يعني مش حكما هذا بيعني سينجح في التأليف. هل نرجع نطرح سيناريو الاعتذار بما انه هيك اللحظه رح يضل كل شيء مطروح؟ بس في هيك شيء، لانه ثمه من تحدث عن انه التكليف عندما يحصل لن ما رح يكون صح. في وقت 48 ساعه رح تتم بعدنا لهلا عم نسال، رغم هيك بعدنا عم نسال اذا رح تصير الاستشارات وهل فعليا حسم، عم بقول لك في هو 90%. بس بهيك ظل وضع بدنا نضل فاتحين سيناريوهات ولو بنسبه 10% 15% انه هذا المسار في محل ما يرجع يشهد انتكاس. اثنين، ليش من موقف الوزير مهاد المشنوع ومفتي وغيره؟ لسبب رئيسي. بعتقد اكثر مكون طائفي في البلد تعرض لخضه نتيجه ما حصل هي الطائفه السنيه. يعني في تشظي حقيقي داخل الطائفه السنيه اكثر من الطوائف المجمل، يعني هذا يعكس في مكان ما انقسامات حاده، يعكس ارباك، يعكس غياب لقدرة على صنع قرار موحد، يعكس توترات داخل هذا الشارع. بمعنى هذا كله اللي عم يجري مش منسق، مش كله مدبر، مش كله محبوك.
اليوم الجو المسيحي اذا بدك منضبط الى حد بعيد بين قوتين، قوتين ونص، قوتين اللي بدك اياه، في مراكز قوى واضحه داخل الشارع المسيحي قادره تحلل المشهد من خلاله. داخل الوضع الشيعي كمان في قوتين فيك تحلل الوضع من داخل. صحيح كل القوى الرئيسيه، هذا كمان نقطه مهمه، كل هالقوى اللي عم نحكي عنها من 17 تشرين الى الان تستمر شعبيتها في التراجع او تراجعت شعبيتها الى حدود كبيره. هلا في واحد خسر 5% وواحد 20%، بس هي القوى الرسميه اللي بقلب النظام والسلطه تراجعت شعبيتها وستستمر بالتراجع في الامد المنظور. لكن بعد في مراكز قوى عند المسلمين، عند الشيعة وعند المسلمين المسيحيين عموما. داخل الطائفه السنيه في ازمه كثير كبيره، يعني عم بيتراجع دور تيار المستقبل وعم بيتراجع دور الرئيس سعد الحريري داخل تيار المستقبل وعم بيتراجع دور المستقبل في البيئة السنية، وعم تبرز مراكز قوى جديدة وفراغات. مشهد كتير مربك، يعني جزء كبير اليوم من قطع الطرقات اللي عم بيصير في المناطق السنية مش صحيح انه كله مدبر عند الرئيس الحريري. في اماكن فعليا هي خارجة عن سيطرته وهي ما هو ما قدر يضبطها. في مراكز قوى هي اكثر طائفة اليوم انفجرت من داخلها وتشظت لاسباب واضحة. سبب رئيسي هي انه هي من اليوم في الكتلة السنية الكبيرة، هي كتلة أطراف، يعني كتلة كبيرة بطرابلس، كتلة كبيرة بعكار، بالبقاع الأوسط، لهذه كتل فيها أوضاع اجتماعية واقتصادية وتنموية سيئة جدا. اثنان هي كتلة كبيرة ديموغرافيا، فيها كتلة شباب كتير كبيرة، بالتالي عندهم نسبة العاطلين على العمل كمان كبيرة. ثلاثة في الأزمات من بعد الحرب السورية نشأ فيها اتجاهات دينية وسلفية ومتطرفة أدت لمزيد من التشظي والتعبئة. هذه عوامل إذا ما فيها نجهلها. أربعة، نفس موقع رئيس التيار المستقبل والرئيس حيري عم بيتراجع، عم بيشهد منافسين جدد عم بيظهروا بالمناطق مراكز قوة. لهذه الأسباب كلها بعض الواقع السني مربك، يعني جزء من الأزمة الحالية أن الطائفة السنية مش قادرة تعبر عن نفسها مش بمرشح واحد. يعني ما مبين هلا عندنا والله في اثنين ثلاثه مراكز قوى فينا نحكي معهم، مشهد كثير متناثر. انسحب سعد الحريري لمصلحه من؟ يعني من هي اذا بدك الشخصيات التي ستبرز في بعض الاماكن مكان تيار المستقبل، وين في فراغات ما حدا قادر يعبيها على الساحه السنيه؟ بعتقد اولا كل القوى اللبنانيه مش بس عند السنه، عند الجميع، سيبدأ المجال السياسي اللبناني في الأشهر المقبلة والسنوات القليلة المقبلة يستولد أحزاب جديدة على الساحة اللبنانية. يعني هذه القوة هي عم تعمل، عم تصغر حضورها وقاعدتها الشعبية. رح نشوف انه هذا الفراغ اليوم عم بيعبر عنه بجماعات ومجموعات وحركات، هي شوي شوي رح بلش تتأثر بتنظيمات سياسية رح نشوفها جديدة على المشهد. هذا مش بس عند الواقع السني، هذا واقع عام، لكن أكثر شيء عم بلور عند الواقع السني لأنه هالقد متشظي، وهذا نتيجة، يعني هذا بمكان ما يتم دفع ثمن أنه في لحظة ما كان الرئيس رفيق الحريري قوي جدا إلى درجة قدر يسيطر على مجمل الشارع السني. فهذا نفسه، هذه السيطرة لما انفجرت، لما ضعفت بعد استشهاده، هذا أدى إلى أنه اليوم هذا المجال ما في أقطاب واضحة مع مين ما نتعامل معه. طيب فهذا مين لمين هون بده يعبي هذا الفراغ؟ يعني هذا سؤال ما حدا في يتوقعه، لكن عم تاخذ اللي عند الطائفه السنيه شكل قيادات مناطقيه، يعني عم بيصير في طرابلس. يعني طرابلس مين؟ يعني هل هذا الشيء كان عم بيصير لحساب بعض الشخصيات التقليديه السنيه اللي موجوده، ولا لا هذا الشيء عم بيصير لمصلحه فراغ ناطر يعني قيادات جديده تعبيه؟ يعني مثلا عندك القيادات، قصدي التقليديه، اشرف ريفي ببيروت، انه هذا المشنوق، يعني انه بصيدا عندك اسامه سعد، ولو هو طبعا هو بيقدم نفسه بصبغه وطنيه وليس بصبغه مذهبيه، ولكن يعني بعتقد بعض الامور ما مش واضحه، لكن اللي عم بيصير هو في جزء من القاعده السنيه عم ينكفئ اعتراضا، في منه لا حركات من هول جماعه الحراك بلش يعبر عن حاله بيظهر، وفي القوة التقليدية الموجودة عم تتبادل القوة، يعني يمكن الجماعة الإسلامية تستفيد في مكان ما، يمكن نائب أسامة سعد يستفيد في أماكن ما، لكن بما أنه هي ظواهر عم تاخذ شكل مناطقي مع وجود عدد كبير من رجال الأعمال اللي معهم أموال، عم بيضل هذه المراكز موجودة. فبالسبعة تظهر في المجال السني حاليا قوة من خارج المعروفة، لا
لكن من داخل القوى اللي نحن بنعرفها عم بيصير في سيولة، عم تنتقل مركز القوى الشعبية من جهة باتجاه جهة تانية. وهذا المشهد المتشظي هو اللي عم يحكم المشهد، انه عندنا قطب قطبان بطرابلس، عندي قطب بعكار، عندي قطب بالبقاع الاوسط، عندي قطب قطبان ببيروت، قطبان بصيدا، هي مجموعه الاقطاب. يبقى الرئيس الحريري هو الاقوى، لكنه الاقوى مع وجود هذه الاقطاب اللي صارت عندها القدره على التاثير على المشهد. هذا جزء اساسي من الازمه. يعني الازمه اللبنانيه اليوم فيها جزء منها في طائفة انفجرت من داخلها، وهذا ما ننسى بعين الاعتبار أنه في خيارات أخذت باسم هذه الطائفة على المستوى الإقليمي والدولي في السنوات الأخيرة، اللي كمان أثبتت فشلها، فعزز من مشاعر الغضب أو مشاعر الإحباط كمان اللي هي عم تتفاعل. فهذا المشهد كله ما ناخده بعين الاعتبار. هون هذا فشل لتيار المستقبل عم بتبلور بالساحة السنية. ليش؟ برجع بقول الآخرين عملوا ضبط جزئي، بس الآخرين، وهذه كمان نقطة مهمة، في الأشهر القليلة المقبلة إذا لم يتمكن البلد والحكومة الجديدة أو السلطة من بدء إيجاد مسار للحل من الأزمة، نحن مقبلون على الموجة الثانية لما جرى في 17 شهر. يعني حتى لو هالموجة هلأ همدت، نحن إذا هذه الأزمة ما تم احتوائها خلال الأشهر القليل المقبلة، محتمل جدا نشوف انفجار ثاني يكون أضعاف مضاعفة لن تنجو منه هذه المرة الطوائف الثانية. رح نحكي بهذا الموضوع، بس قبل ما أوصل يعني بدنا نحكي بالطوائف الثانية. ليش عم تقول أنه بس الطائفة السنية إذا بدك تشظت الأكثر تشظي الأكثر مع أنه نحن بمشاهداتنا عم نشوف أنه حتى عند الطائفة الشيعية اليوم في شارع ضمن هذه البيئة خرج عن هذه العباءة، إذا بدك مش عم بحكي على بموضوع المقاومة، عم بحكي بالموضوع المعيشي اليومي. حتى بالشارع المسيحي شفنا، على الرغم من توظيف الأحزاب المسيحية هذه التحركات بالشارع، ولكن شفنا ناس من الشارع المسيحي لأول مرة بينزلوا بهذا الشكل. يعني أنا أقصد أنه كل الطوائف اليوم تصدعت من الداخل. صحيح. قبل ما أوصل كلها تصدعت، لكن عم أقول بعدها عند الشيعة وعند المسيحيين هذا التصدع بعد بقلبه مراكز قوى موجودة حافظ على جزء من شعبيتها حاضرة، نشأ فراغات عم تنشأ قوى جديدة، لكن بعد في أقطاب واضحين معدودين طرفين ثلاثة. بس لسعد الحريري فقد بعده محافظ على لازال الأقوى، لكن فعليا في عدد كبير من مراكز القوة اللي صارت في المناطق السنية صار هو بحاجة إما يتفاوض معها أو يحكي معها أو معش قادر يتجاهلها. يعني عم تحكي من نجيب مئاتي لأشرف ريفي، عندك الجماعة الإسلامية، عندك تيارات سلفية، عندك أسامة سعد، عندك كرامي، عندك تروح على البقاع الأوسط. في عند السنة، عند الشيعة وعند المسيحيين صار هذا التصدع، لكن تم احتوائه. عند الشيعة تم احتوائه ببساطة لمشروع، أولا لأنه في حزب كتير قوي هو حزب الله، مشروعيته كتير قوية، قدرته على الضبط كتير عالي، اللي راح فعليا جزء من هذه البيئة اللي نزل في الأيام الأولى منحه تسليفي. يعني قال له أنا راح أعطيك كمان فرصة يا حزب الله، أنت طلبت مني أني أعطيك مجال أنت تلاقي مسار للحل من الأزمة، ونحن نتيجة مشروعيتك نثق بك، نحترمك، نحبك، مع اعتراضاتنا جزء كبير مش كلهم، الجزء الأكبر طلع من الشارع وقال لحزب الله هذه سلفة بتشوف بعدين بنشوف شو رح تعمل فيها. ضل في جزء صغير موجود بالشارع عم بيعبر عن حاله. عند المسيحيين ضلت إذا شلنا اليوم من الشارع المسيحي هلا ما يسمى الحراك، إذا شلنا القوات اللبنانية وشلنا الكتائب اللبنانية بيضل في كتلة اليوم بيضل في كتلة بالشارع موجودة، بس كتلة مش هي الأساسية. بداية أنا بحكي عن بداية الانتفاضة، بداية الانتفاضة شفنا حركة مسيحيا كانت لا بأس بها، لأنه في جزء من الطبقة الوسطى، لأنه في جزء من الطبقة يعني هذا الحراك اللي صار جزء رئيسي من زخمه كان طبقة الوسطى، وهو بالتحديد عند المسيحيين قلن حضور ونزلوا على الشارع. لكن ضل في المجال المسيحي اليوم نطلع في مركزين ثلاثة، إذا تفاوضنا معهم بنكون قدرنا نوصل لمحل. بالموضع عند الطائفة السنية الواقع مختلف، عمولي نفس تيار المستقبل عنده مشكلة، صار عنده أجنحة المحلات، صار في أجنحة جدا واضحة، في تشظي جدا واضح. دور رئيس الحريري مازال عم يضعف ماليا واقتصاديا وسياسيا. بس من يقرأ الموضوع على غير هيك لقلك ليه، لأنه حتى خصومه اليوم لرئيس سعد الحريري اللي كانوا معه صاروا خصومه إذا بدك على الساحة السنية اليوم عم بيقولوا عم بيعبروا عن إذا بدك تفاجؤهم بالسلوك السياسي اللي سعد الحريري، على أنه ما هذه الحنكة يا سعد وين كان مخبيها؟
انا عم بنقل عن قصص عم نقراها. شفتهم. ثانيا عم نحكي عن رؤساء الحكومات السابقين اليوم بموقف عم بيكونوا متحدين معه لسعد الحريري. دار الفتوى عم تكون على خاطره لسعد الحريري. لما اعلن استقالته شفنا دارته لسعد الحريري كان فيها السنيوره وميقاتي وسلام ودار يعني المفتي، وبالتالي ما تتحدث عنه من تشظي قد يقول البعض انه لا، بالعكس ما قام به الرئيس الحريري اعاد واعاد اللحمه الى او اعاد اذا بدك القوه الى مركزه كرئيس. بكل بساطه مجرد ما انت عديتي كل هالاطراف اللي قلتي مضطره انها تتحد فيما بينها لتقدر تضبط وضعها، ما عندها حيثيه شعبيه يا دكتور. يعني تمام سلام ما عنده حيثيه شعبيه. نفس هالحاجه، نفس هالحاجه لمشروعيه هؤلاء وما يمثلون بيكشف عن ضعف موقع الرئيس الحريري. هي واحد. اثنين، في جزء كبير من الحراك اللي موجود بالمناطق السنيه وخارج عن طوع الرئيس الحريري. في جزء كبير من قطع الطرقات وخارج عن طوع الرئيس الحريري، بمعنى مش شرط معادين للرئيس الحريري. نعم. بس صاروا عم بيقولوا نحن بدنا اداء مختلف. تمردوا قصدك. في مكان ما يعبرون عن غضب، يعبرون عن عدم رضا، ولو مش عندهم خيارات واضحه. ويمكن بمكان ما يقول لك عاطفيا انا بعدني الرئيس الحريري لكرمال بيو والرئيس الشهيد بعدنا، بس هذه ما عاد في مركز هو لاقط الطاق في مركزين ثلاثه عند السنه لاقطين المشهد وقادرين يحكموا الاتجاهات داخله. نفس انه الحاجه لدار الفتوى والرؤساء السابقين مع الرئيس الحريري نفسهم محتاجين كلهم لياخذوا موقف بيشير لمستوى من الارباك الموجود. بس برايك سعد الحريري باستقالته لا زال الاقوى، برجع بقول لك لا زال اقوى، لكن مش ضابط هذه الساحه اللي صار فيها التفسغات، تفسخات كثير كبيره. قبل استقاله سعد الحريري كان الشارع السني اذا بدك قايم ضده على اعتبار انه معتبره انه سلف كثير جبران باسيل ورئيس الجمهوريه، واعتبر انه لماذا يا سعد الحريري انت هالقد اذا بدك بين مزدوجين. انا عم بقول لك شو كان الخطاب، خاضع لهذه التسوية اللي أبرمتها. هيك كانوا هيك يوجهون له اتهامات. لما استقال ثم من تحدث عن إعادة اعتبار لمكانة سعد الحريري، وأنه هو إذا بدك أجابهم على كمية الـ يعني الانتقادات اللي كانوا يقولوها، وهو عاد إذا بدك يعني استقال قويا. يعني هو لما استقال استعاد جزء من التعاطف باعتباره برز قضحي، واحد، واثنين أنه أخذ خطوة تراعي في الشارع، فاستعاد جزء من التعاطف الوجداني ولم يستعيد وزنه السياسي داخل الطائفة السنية. هو واحد. اثنين، لا، الاعتراض كان عند رئيس سعد الحريري بالبيئة كان جزء منه موجه ضد تيار وطن حر، وفي جزء كبير موجه ضد السياسات عموما مش بس ضد تيار وطن حر. لكن اللي كان عم ينعمل فعليا هو توجيه دائم داخل البيئة السنية اللي هي هالقد مهمشة، لما نعترف فيها حرمان شديد، خاصة نحكي على الشمال عم نروح على البقاع شوي بالجنوب، فيها كتير من التهميش، فيها كتير من الحرمان، ما ملاقي حالها. هذه جرى توجيه غضبها بعد العام 2011 باتجاه الحرب في سوريا. نعم. لما كمشت الحرب في سوريا صار بحاجة لضحية جديدة، لطرف جديد يتم توجيه هذا الغضب والحنق عليه، اللي هو كان وهو ساهم بمكان ما أداء وخطاب الوزير باسيل في منح الضحية الجديدة، تم توجيه جزء من هذا الغضب باتجاه الوزير جبران باسيل أو التيار الوطني الحر. فجزء منه هذا هو اللي هذا مش عم بيقول انه ما في غضب، هذا دليل انه كان في غضب، كان يبحث عن الضحيه اللي بده يتم توجيه كل هذا الغضب إلها تجاهها. كل الطوائف بتعملها، هذا مش بس خاص بالطائفه السنيه، كل الطوائف لما بتنأزم بتحاول تصدر ازمتها الى طائفه اخرى، الى جماعه اخرى تلقي عليها باللائمه. وهذا بالمناسبه واحده من سوء حظوظ التيار الوطني الحر، انه لما بينقزموا الطوائف الاسلاميين بدهم بفضل يكون في ضحيه ضعيفه من طرف ضعيف بالبلد او من جماعه ضعيفه، فبيكون هو عنده اخطاء فبيستفيدوا منها ليزتوا كل شيء عنده. فهذا كمان له علاقه بحسابات الديموغرافيا والقوه السياسيه وما شاكل. فلا، صحيح الرئيس حريري في استقالته استعاد جزء هيك التعاطف الوجداني، لكن مركزه وحضوره السياسي، ما نتذكر الرئيس سعد الحريري خسر 10 نواب في الانتخابات التي جرت العام الماضي. ما نتذكر في 10 نواب وبالحد الادنى كانوا من خارج، وربما وصلوا لأكثر من هيك. يعني بس عم نحكي إن اللقاء الديمقراطي عم نحكي عن 7-8 نواب، بعد ما حكينا عن نجيب مئاتي والكتلة اللي معه. ففي كتلة لا خرجت من عنده. هذا تراجع لازال مستمرا، وله علاقة كمان وضعه المالي عم بيتراجع، عم بسكر الصحف اللي له، عم بسكر تلفزيونه، وبينما القوى الفرعية والمناطقية هي عم تمتص جزء من هذا الترهل لتيار مستقبل. وإيش الحراك مع هذا الانفجار الشعبي؟ عزز من هذا الانفجار الشعبي وعزز من إرباك المشهد السني.
بينا برجع بقول عن بيع الطواف بعد عندنا شخصيتين ثلاثة بكل طائفة، إذا حكيتي معهم بتقولي والله اليوم رأي رأي الشيعة كذا، نعم، رأي المسيحيين كذا. عند السنة في تشظي كتير كبير، وعم برجع أقول لحتى ما كله كمان يرمى على الرئيس سعد الحريري. جزء من المشهد وجزء من أداء الرئيس سعد الحريري مش إنه هو قاعد عم بتكتك بس، في جزء منه إنه هو مربك، هو ضايع، اللي حواليه ضايعين، بيئته مش بإيده، بيئته اليوم مألومة، بيئته اليوم محرومة، جزء من بيئته مهمش، جزء من بيئته أخذوه على خيارات سياسية في الداخل والخارج أثبتت فشلها ولقت فرصة لتعبر عن حاله. هو مربك؟ يعني أنت هلأ إذا بدنا نقرأ، هو من وقت ما استقال قرار الاستقالة وما بعد الاستقالة كيف تعامل مع الأزمة وتعامل مع القوى السياسية الثانية، بتلاقيه مربك؟ ليك الرئيس سعد مربك ولا لا عم يعرف يلعبها؟ لا ما هو هلا بالدارج انه مين تعرفي من هو المحنك؟ هو اللي قدامه 10 خيارات، ها امين، هو اللي قدامه 10 خيارات وقاعد عم بيلعب بين هالعشر خيارات يعمل مناوره. بس فرضا واحد معه خيارين، انه شو هالحنكه العظيمه. الرئيس سعد الحريري برجع رح كمان رح اقول كما كل القوى السياسيه اللبنانيه، انا هو عم بيعمل توصيف للمشهد، ما عم تهجم على الرئيس سعد الحريري ولا تيار المستقبل، كل القوى السياسية اللبنانية بدرجات متختلفة كلها ضعفت كتير هوامش المناورة عندها في الأسابيع الأخيرة، ماشي؟ والرئيس الحريري من أكثر القوى اللي ضعف، رغم فضلا عن ضعفه السابق ضعف هامش المناورة عنده. فاليوم هو قدامه على الطاولة خيارين ثلاثة عم بنط بيناتهم، مش قدامه هامش واسع من الخيارات وقاعد عم بيلعب لعب مناورة، فهو عم بيقوم بخيارات الضرورة عم تفرضها عليه. نعم، بس مثل ما عم تقول حضرتك انه هو نجح اذا بدك بزت الكرة النار عند ممكن الفريق، ممكن صدر جزء من الازمة لخارج المجال، ممكن اضعف بالنظام اذا بدك بالنظام الطائفي اللي هن المسيحيين. الى اي مدى تضرر العهد يعني بصفة رئيس الجمهورية التيار الوطني الحر، إلى أي مدى تضرر هذا العهد على اعتباره 19 شهر لهلا؟ إيه، على اعتباره أنه هو بالواجهة، ولو هو يمكن الفريق، مش يمكن على أكيد الفريق الفتي أكثر فتي يعني بالسلطة، بس هو ما بعرف إذا أنت بتقول أنه هو الأكثر تضررا ولا لا، إلى أي مدى تضرر وشو رح تكون تداعيات إذا بدك هذا المشهد عليه بالأيام المقبلة؟ هلا مش رح اقعد زين من اللي تضرر اكثر، لكن تضرر العهد ضررا شديدا، مش ضرر هامشي، الحق فيه ضررا شديدا وواضح. كانت هذه تسمى حكومه العهد الاولى، تم احباطها، تعرضت صورته، تعرض كتلته السياسيه لهجوم كبير جدا، وضع وقدم هون بيصير مش مهم على فكره كثير والصح والغلط. انا عم بقول بجرد ان الناس اقتنعت انه هيك بكفي لاحكم في نجاح ولا فيش نجاح، ما له علاقه بالواقع، مهمنا نحن تصورات الجمهور وين. جزء كبير بيتصور اليوم انه من الجمهور المشكله هي عند العهد باداء الوزير باسيل، اعاد احياء جزء من الحس الطائفي والمذهب اتجاه هذه الكتله، حكومته الاولى فشلت اللي كان عم بيعول عليها باعتبار الحكومه الاولى، خسر من الكثير من الوقت، تم خسارته وعم تدحرج الازمه والماليه والنقديه في ظله. وهذا كله لا في ضرر شديد تعرض له العهد، جزء منه قابل للترميم والتعويض خلال اذا قدرنا نخرج من الازمه، نعم، قادرين نرجع نعمل ترميم في جزء منه، في جزء منه لا هذا ضرر مستدام، والاخرين تقريبا كلهم تضرروا بدرجات مختلفه، نعم، بنفس السياق. طيب أنا هون اللي الشيء المهم، ما فينا ننسى الديموغرافيا بالبلد، يعني في جزء من ما يلام عليه العهد والوزير، نعم، باسيل والتيار الوطني الحر هو منطقي، يعني في شيء بالاداء عند التيار خطا، في شيء بالخطاب عند التيار خطا، وقايلهم هون على هالطاوله اكثر من مره، نعم، ويمكن انتم يمكن يا الوحيد يا الاقل اللي في واحد ينتقدهم يرجع بيجي لعندهم. نحن بنرحب بالكل عن جد، هلا هذا عندي بس انا عم بقول هذا اللي طالع معي يعني. ف رغم هيك جزء كبير من الحملة هي ما لها علاقة بس بالأداء والخطاب، جزء لها علاقة أنه أسهل للأكثرية المسلمة في البلد، أسهل للأكثرية المسلمة بالبلد أن تزت الأزمة عند حدا من خارج الطوائف الإسلامية. يعني هناك أخطاء قام بها التيار الوطني الحر، هناك أخطاء قام بها الوزير جبران باسيل في الممارسة وفي الخطاب، ماشي؟ لأنه حتى اليوم الآخرين ما كتير بيقدموا على شخصية الرئيس، يعني رئيس جمهورية إلى حد ما كشخصية بعضهم محيد إلى حد ما، جزء كبير من الهجوم عم بيروح على شخصية الوزير باسيل والتيار الوطني. فهذا الجزء من الهجوم مبني على ممارسات وخطاب خاطئة قام بها التيار الوطني الحر والوزير جبران باسيل، لكن جزء ليش هالقد مضخمة؟ ليش هالقد مبالغة؟ قديش مسؤول وزير باسيل والتيار الوطني الحر عن 100 مليار دولار؟
فرضا مسؤوليته 20%، لانه 30% اذا شفنا من لما بلش بيطلع مش اكثر من هيك. يعني المسؤوليه الرئيسيه عند القوى اللي حكمت بعض الطائف وبنعرفها. ليش هو عم بيكون متحمل كل هذا الزخم؟ اولا لانه الازمه عم تنفجر بعهدهم، اثنين الدور اللي هو عم يلعبوه، ثلاثة لانه الاغلبيه الديموغرافيه اليوم من المسلمين المتالمين اسهل لهم ما يهاجموا زعامات طوائفهم وجماعاتهم انه يلاقوا حدا من طائفه ثانيه قادرين يستهدفوه. هذا بالديموغرافيا ما انه سهل. فبكل بساطة كان لازم على الوزير بسير ياخد بالاعتبار انه بلد اليوم لو يصير في اختلال ديموغرافي هالقد كتير كبير ما بيكفيك تكون على علاقة منيحة مع قوة سياسية او مع الشخصيات السياسية، بدك تكون كتير على علاقة منيحة مع الجمهور المسلم. هذا اللي خسره الوزير بسير بشكل حاد جدا. يعني هو حافظ على علاقة مثلا مع سعد الحريري حينها مع جزء من تيار مستقبل، علاقة إيجابية مع حزب الله على المستوى السياسي، بس كان المستوى الشعبي الإسلامي حتى عند بالوسط روح على الوسط الدرزي كان عم بيصير يخسر على الوسط، عم بيخسر بالوسط الشعبي. نعم، بس أنا عندي سؤال، حتى لو إذا بدك يعني كان هو بدي أسلم معك جدله إنه هو كان أقرب إلى الناس أكثر، يعني إلى الشارع المسلم والشارع الشيعي، ليش مسلم عموما الشيعي السني والشيعي والدرزي اللي هو خسرن اليوم فعليا؟ لا هو هلأ اليوم خسرن، لا كرس خسارته فيهم. بقصد إنه هو يعني هو لبنان أصلا بفعل انقسام الطائفي والمذهبي كل للأسف، يعني بس إنه كل طائفة على مستوى الجمهور هي يعني هي تفضل زعيمة على أي زعيم آخر، وبالتالي حتى لو أنا جيت كزعيمة إنه رحت أتقرب من مثلا بيئة مختلفة عني بيئة الطائفة، ليش هل هذه الطائفة ستصل يوما إلى عدم شيطنتي على حساب زعيمة؟ غير صحيح. لا بس ما بيكون، لا بس بيكون هذا بضبطه لحد بعيد جدا. ما في شخصيات تانية بالمجال المسيحي ما عم تعرض لنفس الحملة، لأنه منه بالسلطة يا لا في دكتور. شخصيات أخرى هلا هذا فهمت الرئيس طلع في فارق كتير كبير بالتعاطي معه حتى قبل أن يكون رئيسا للجمهورية، لأنه عرف يحكي مع هذه البيئات. عم بقول هون ليش هذا بيتزخم. تتذكر قديش اتهموه للعماد ميشيل عون لما أنه هو عم يعمل حملة على السنة على الرغم من كل التصاريح ومن كل المواقف؟ ضل حضوره الشعبي في أوساط من المسلمين لحد اللحظة بعده شخصية محبوبة ومقبولة. لغير موضوع الديمغرافي اللي حكينا عنه، أنه لما كل ما كانت عم تقسى الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية كان عم تتزاد حاجة القوى السياسية عموما للبحث عن ضحية خارجها. يعني كمان هذه ما نضيفها. نعم. مش بس انه في الواقع الديموغرافي والناس محقونة، هي الناس بتفضل حدا من طرف اخر واسهل، خاصة انه طرف مش قوي امنيا مش قوي عسكريا، ففيهم بسهولة يضربوكن انتم بالمراسلينكم لانه ما حدا، بس فين عم حطها التاني بيعملوا حسابات، فين يفوتوا على مناطق معينة مناطق لا، فين يسبوا شخصيات محلات شخصيات لا. وكمان لانه كانت الازمة عم تتعمق وكل طرف بده يرمي الازمة التوتر اللي عنده يصدره لبرا، فكان في ضحية مناسبة موجودة لانه كان صار محضر المناخ لإلها خلال الاشهر الماضية. هذا اللي بدي احكيه، انه بس هذا المناخ ساهم فيه بعض سياسات وبعض بعض وسياسات واداء الوزير باسيل والتارو. ايه لا واضحه فكرتك، بس كمان بدي احكي بالموضوع. فكره هذا الموقف هو لا بيرضي حدا، يعني بيعرف انه سلفا حتى انه بيعرف انه هذا الموقف رح يزعل اللي هون ويزعل اللي هون. لا بس بدي اناقشك بهذا الموقف وبدي اناقشك قد ايه اذا بدك تم التحضير لهذا المناخ، لانه من بدايه انه وصول الرئيس ميشيل عون محضر صح 100% من بدايه وصول الرئيس ميشيل عون لقصر بعبده، وهذا المناخ بتشعر من بعد هلا قراءه اذا بترجع لورا وكانه هذا المناخ كان عم يتحدث. لا من بعد نتائج انتخابات نيابيه، تسخيم الاساسي في انتخاب الرئيس، وفي بعد منا نتائج الانتخابات النيابيه اللي هي جددت هذه المعركه بشكل كتير كبير. نعم بس لو سمحت، لانه اليوم لنتابع موضوع الطرقات شو صار من بعد الفيضانات اللي شفناها وزحمه الزحمه. امين عبد العال معي من التحكم المروري، مساء الخير. مساء النور. تفضل استاذ امين. اول شيء بنبدا بالمدخل الجنوبي، حركه السير باتجاه الجنوب تحسنت على الخط البحري بعد كعش السير على الاوتوستراد بسبب ضغط السيارات اللي كانت متجهه على الجنوب. اما بالنسبه للخط اللي نازل من الجنوب، يعني من قبل النعمه في عجقه سير وعم بتم ازاله جميع العوائق بين النعمه ودوحه الحص باتجاه بيروت. بالنسبه للمدخل، بالنسبه لعنا كمان على جسر محله كفر متى جسر القاضي، في مسرب واحد من الطريق فاتح بس بسبب كمان انهيار الاتربه وانهيار الطريق على جسر القاضي. المدخل الشمالي عم تكون حركه سير ناشطه باتجاه بيروت، كفي ناشطة حركة السير وصولا للكارانتينا، وأيضا حتى الوسط التجاري بتصير الحركة طبيعية. والمدخل الشرقي الحركة باتجاه بيروت عم تكون ناشطة، شايفين
اللي طالع على الجبل عم تكون حركة سير ناشطة إلى كثيفة على الصياد، وداخل العاصمة حركة سير من ناشطة إلى كثيفة أكيد حسب المناطق. هون عم شوف الصالومي حركة سير ناشطة، الحايك باتجاه جسر الواطي أيضا حركة ناشطة، مدينة رياضية لكولا سليم إسلام أيضا حركة سير ناشطة حتى الوسط التجاري. نعم، هذا كل شيء بالنسبة لحركة. شكرا لك استاذ امين عبد العال من التحكم المروري مع هيدي احوال الطرقات. بدي ارجع لك دكتور، خليني يعني انا في نقطتين قبل ما يخلص وقتنا ضروري انه نركز عليهم. اولا المناخ السياسي منذ انتخاب العماد بشارون والانتخابات النيابيه، ثانيا بدي احكي عن الموجه الثانيه من الاحتجاجات يلي نحن ممكن نشهدها في حال ما كانت الحكومه تلبي حاجات اللبنانيين. بدايه خلينا نحكي عن الثانيه، لانه خلينا نبلش نحكي عن اللي قدام، شخصنا الموقف الماضي. لا لا انا بدي احكي بس فينا نربطهم ببعض، فينا نربطهم بعد بس هذا المناخ اليوم اللي كان عم يتحضر، واذا بدك الوعود التي اطلقت. ما هي المشكله بتجي انه بيكون في وعود بصير في خيبه، بتكبر الخيبه بصير في احتجاجات، بعدين بيرجع في حكومه اذا ما كمان لبت بيرجع في احتجاجات اكبر. انا بعد انتخاب العماد عون كنت معك هون وقلت لك من الخطا تسميه هذا العهد عهد الرئيس ميشيل عون، قلت لك هذا امر سيلقي بعواقب اي فشل، والكل سيحاول افشاله او جزء كبير افشال ما يجري للقول انه افشلنا العهد، وانه نحن اليوم بعض الطائف ما في شيء اسمه عهود رئيس الجمهوريه. وبرجع بقول هذا عهد المجلس النيابي الذي انتخب في العام 2018، واذا صار في فشل يتحمل مسؤوليته القوى التي كانت في المجلس النيابي وفي الحكومه. هذا قلتهم هون. وكان في اصرار لا انه في شيء اسمه العهد القوي وانه نحن العهد، وكان في ناس بالبلد مستعدين يحرقوا البلد من هلا لألف سنه مقابل انه العماد ميشيل عون قال له نحن افشلناك. وجزء منه افشلناك لانه خصومه في الساحات الداخليه او لانه عم بيمس بمكاسبهم، وجزء لانه تحالف مع المقاومه، هو جاهزين يحرقوا البلد كمان يسجلوا انه سجلنا اخفاق لعهد العماد ميشيل عون. انا رايي كان بمقاربه الامور من البدايه كان لازم تقرب بطريقه ثانيه. على كل الاحوال نحن وصلنا حتى المقاربه قصدك من فريق الرئيس والتيار الوطني الحر، يعني ما كان لازم اذا بدك يسموه العهد القوي. انا هم عبناش بالنوايا، النوايا صافيه، نوايا طيبه، محاوله احداث صله ايجابيه. لكن لما انت لما لا تمتلك الصلاحيات، وهذا الرئيس بعدين رجع قاله في محل ان لا امتلك الصلاحيات اللازمه بالمقابل تم تشخيصه طيب هذا العهد لك فاجم ماشي. من وقت انتخاب الرئيس ثم الانتخابات النيابيه قيل اذا من هم الاقوى، تاخذينا على محلات هلا، اذا اجا قال مين هن الاقوياء اذا بالبلد. طيب في ناس جابوا شي 75 نائب ماشي بعد انتخابات النيابية، يعني حزب الله وحلفائه وعندهم أكترية الحكومه، ولديهم رئيس مجلس النواب، ولديهم رئيس الجمهوريه. نعم ممتاز. فاذا بهالفتره حصل انهيار او انفجار شعبي تلقائيا من سيكون المتضرر اكثر؟ هذه الاطراف، رغم انه رب هي اجزاء اساسيه من هذه القوى، حلفاء حزب الله وحلفاء جزء اساسي منهم مسؤوليتهم على الأزمة الحالية محدودة. نعم. بينما بالطرف الثاني الكوارث منلاقيها من الطرف الثاني. هذه القوة اللي ربحت الانتخابات راجع أداء حزب الله وحلفاء وأدائهم كتحالف. يعني أنا حزب الله عمل إنجازات بمحلات اللي علاقة بمكافحة الفساد، اللي علاقة بمنع إقرار قوانين، اللي علاقة بفرض الضرائب، كان عم يمنع النظام من قلب الأزمة على جيوب الناس. عم بحكي ككتلة تحالف اللي إجوا قالوا ربحنا. اللي انعمل فعليا من سنة ونص عم بيشدوا بشعر بعض. يعني في طرف تمت هزيمته في لبنان، يعني حزب الله وحلفائه هزموا 8 اذار من 2005 ضلت لل 2009 10 هزموها احبطوا لها رهانات 14 اذار حزب الله وحلفائه هزموها من بعد 2005 وهزموها في الازمه السوريه وهزموها بالانتخابات. خلصنا شظت 14 اذار وضعفت، صار عندنا قوه جديده اسمها 8 اذار. ف 8 اذار اللي عملته قامت بالانتحار، أدائها فيما بينها كتحالف كانت عم تنتحر. قعدوا الشباب يشدوا بشعر بعض فعليا من سنة ونص سنتين، تفرغوا لبعض. ليش؟ شيء اسمه شو من المعركة الرئاسية المقبلة تقول نحن قاعدين بالولايات المتحدة الأمريكية ودولة كبيرة، وإذا واحد عمل رئيس جمهورية فالصلاحيات كلها بإيده، تعالوا نعمل معارك رئاسية تحت عنوان مين يصير رئيس. قعدوا الشباب بدل ما يشتغلوا مشاريعين قال هذا التحالف الوطني لما ربح، خليني كمل الفكرة، لما ينقال هذا التحالف الوطني ربح وعمل انتصار يروح يتفق على مشروعين اثنين ثلاثة رئيسيين، هم عم بقول واحد منه مسؤول، بديش مقول وزع مسؤوليات، عم بقول التحالف كله. طيب بلا ما يروح يقولوا في مشروعين اثنين ثلاثة تعال نجيبهم
ونقول بسنه نعملهم ونقول للناس هو لما ربحوا عملوا هيك قعدنا ليش يا دكتور بعض. بس ليش يا دكتور شو هي المعركه؟ كيف قعدوا يشدوا شعر بعض؟ اذا كان في حدا بده يسلم معك جدل انه عنده طموح سياسي لبعدين او طموح لحظه رئاسي، شو دخل هذا الموضوع بمواقف الافرقاء التانيين يعني حزب الله وامل يلي هن كانوا واعدين الناس مثلا بملفات فساد، وكل ما يوصل ملف فساد يصير يحطوا اولويات ثانيه عليه؟ يعني اقصد هذا لا يقول وحده من العوامل الخلاف، وهذا كان موضوع رئاسه الانتخابات الرئاسيه من اكثر من طرف، في عوامل ثانيه اللي هلا ذكرتيها، في اكثر من عامل، اعطيت بس مثال عن واحد. فبدل ما هول القوه اللي ربحت تقول عندي فرصه اعمل بس مشروعين ثلاثه رئيسيين، اجي افرضهم قول لللبنانيين ليكن لما ربحنا شو عملنا. فعليا اذا بتراجع الاخبار من وقت الانتخابات لهلا، المشهد السياسي، المشهد على وسائل التواصل الاجتماعي، هول ربحانين قاعدين نخلوا مع بعض، والطرف الثاني مهزوم، منكفئ، مصدوم، فائد للمبادرة. بدل ما استغل هالفرصة فتنا بصراعات، وعم بقول لك بتحملوا مسؤولية الكل، يعني فيش حدا مسؤول وحدا مش مسؤول، مسؤولية الكل، مرة بعنوان إذا في رئيس فيش رئيس، مرة إذا كفحنا الفساد بيزعل فلان ولا بيزعل علتان، وصلنا لهذا الفشل. يعني 14 آذار تمكنت 8 آذار من هزيمتها، و8 آذار تمكنت 8 آذار من هزيمتها. طيب بدي انتقل لهلا مرحلة الحكومة المقبلة، في حال جاء سمير الخطيب رئيس الحكومة. بقوله مش بس انه فيش خلق، بس هو حتى للمرحلة المقبلة السياسي بدا عقلية مختلفة، يعني مش بس انه في جزء منه فشت خلق، في ورش عمل اساسي لنتعلم في ورش عمل لإعادة النظر بالسياسات وإعادة تقييم الأداء. يفترض الكل يكون عم يشتغل هيك، يفترض هيك. بس أنا عم بعبر لأنه مش بس حدا أنه والله جاي في شغل، لا عم بقول لازم السياسة هي لما بتفشل بتدفع ثمن ببساطة. نواياك مناح ونواياك حلوين ونواياك كويسين، هو بيكافئ عليهم بالجنة، يعني بالجنان بالآخرة لواحد نواياه منيحة الله بيكافئ عليهم. بالدنيا بالسياسة بالتحديد نوايا عنصر مساعد بالأصل، الأداء هو بتحكم عليه الناس نجاحاتك وحققاتك. طيب شو رح يكون الثمن؟ عم تقول أنه هذا مرتبط بالمسار من هلأ رايح. يعني إذا القوة كلها اللبنانية بثمانية وبأربعتاعش وبالحراك الكل ما استخلصوا دروس عبر وطوروا أدائهم، راح تستمر قواعدهم الشعبية بالتقزم وفراغات، وقوة سياسية جديدة راح تبلش تظهر وتطور حالها، وبنوصل إما هذا الواقع بيوصلنا على فوضى لبنانية لأنه راح نعجز عن إدارة الحياة السياسية، بنوصل لكارثة كبرى، أو بالانتخابات النيابية بنشوف في وجوز يعني صعود لقوة وأفول لقوة بشكل واضح. نعم. طيب كنت عم تقول لي بداية أنه هذه الانتفاضة كانت طبعا بدأت معيشية لأنه في أزمة اقتصادية ومالية إلى آخره، اليوم التخوف من شو؟ بس هون نحن بعد ما قلنا هم معطى، هذا بفسر لنا التدخل الخارجي بالأزمة الحالية. يعني صحيح رجعنا قلنا الأزمة الحالية اللي حصلت جذورها محلية، في فشل للنخبة اللبنانية عموما، للقوة اللي حكينا عنه معك كتير بدناش نرجع نعيدهم. الأمريكيين كان بيعنيهم وهذا كان بيعني السعوديين، يعني السعوديين ليش اختطفوا الرئيس سعد الحريري؟ نعم. اختطافه كان قائم على فكرة أنه يجب إنهاء التسوية الرئاسية. نعم. وبالتالي إحداث فوضى لنقول نتائج الانتخابات انتهت ومش قبلانين فيها، ماشي؟ ونقول هون العداء من السعوديين والأمريكيين للرئيس وللوزير جبران باسيل والتيار الوطني الحر لا يقل عداء عن أكبر خصومة في لبنان. يعني بالنسبة لهم ما قام به العماد ميشيل عون والتيار الوطني الحر في العلاقة مع المقاومة هو خطيئة كبرى، جزء من المشهد الحالي تدفيع الثمن وإفشاله كعقاب، والجزء الثاني إرسال رسالة لكل المسيحيين من الأمريكيين وحلفائهم القول أي حدا بيتحالف مع حزب الله بالمستقبل لو كنت قوي قد العماد ميشيل عون من دفعك الثمن. فإجا الأمريكي ليقول والسعودي، السعودي حاول اختطاف رئيس سعد الحريري ليقول أنه هات التسوي بدي أعمل فوضى لأقول مش قبلان بنتائج انتخابات النيابية لأنها غيرت لي كل واقع اللبناني. الأمريكي قال له مش هيك بيلعب، لما أنت تعمل هذا المشروع بدك تنطر اللحظة الداخلية المؤاتية. فما حصل لهيك من الأول إن قال ما حصل ليس مؤامرة، حصل هو في إخفاق شديد للنخبة السياسية اللبنانية والنظام السياسي اللبناني اللي تلقفها الأمريكي بأدوات موجودة ليروح يستثمر. وهذا صاحب السياسة. نعم. برافو بالسياسة، نعطيهم علامة عالية. هيك بتنشغل السياسة. إجا تلقف هذه اللحظة ليضرب خصميه الأساسيين الولايات المتحدة، العهد من ميلة وحزب الله من ميلة تانية، ويقول له مشروعية الانتخابات شطمنا لك إياها، مشروعيتك صارت موضع شك، نحن عنا مشروعية واحدة اللي اسمها الشارع،
هون كان عم يصير بالعراق اخر الاسابيع الاخيره. مزبوط. حتى نشوف المشهد هيك بنكون لقطنا المشهد بكله في ظل انه هول الامريكان بالضبط يعني من هون في ظل انه الامريكان هلا بمواجهه على مستوى المنطقه مع ايران وحلفائه وفي سنه لنهايه ولايه ترامب. فعم بيحاول هذا الفريق اللاقط السياسه الخارجيه الامريكيه في الشرق الاوسط اللي هو عينهم ترامب من الصهاينه يعني من اليمين المسيحي المتشدد ومعروفين بحلفهم يعني صهاينه اكثر من نتنياهو. هو ترامب عينهم بمنشر الاوسط هديه جزء من التسويه والديل اللي عملوا مع الاسرائيليين مقابل دعم الانجليين له بالانتخابات واللوبيات الاسرائيليه تدعم بالمال. قالوا راح اعطيكم فريق الشرق الاوسط اعملوا اللي بدكم اياه ما تاخذوني على الحرب واحد بدي اموال غير هيك بدكم اعترف القدس فليكن بدكم الجولان فليكن بدكم الضفه الغربيه المستوطنات فليكن بدكم انسحاب من صفقه النوويه فليكن بدكم صفقه القرن فليكن بدكم تخربوا بلبنان شوي خربوا ما في مشكله. هذا الفريق اجى ليقول بهالسنه الاخيره بدي روح لحاول اعمل انجاز في لبنان بيستهدف هو الطرفين في سياق المواجهه داخل المنطقه. هذا هو المشهد. طيب بدي ارجع بس شوي للداخل. هذا ببرر انه الحديث عندما ينتقد حزب الله بانه عندما يقول انه هذه الانتفاضه في احزاب اجت يعني ركبتها اذا بدك ركبت الموجه يعني انه اليوم انه لماذا يا حزب الله انت ما سبقت هذه الاحزاب ونزلت على الشارع ولقيت هذا الشارع الى منتصف الطريق الطريق امام الامريكيين وامام الاحزاب الداخليه وامام كل بس عندهم منطق كمان حزب الله اللي يمكن نحن في الناس يمكن ما تقبله بس منطق صادق. حزب الله في متغير رئيسي وهذا كنت على طول عم بقوله رغم انه انا كنت عم بقول لو اخذ خطوه النزول للشارع او عدم الانسحاب بالحد الادنى يمكن شعبيه ربح اكثر. بس هن كانوا عم فكروا بطريقه عنوانها انه نحن ورايحين بهذا المسار الانهياري اللي شايفينه هلا اللي عم ندفعه هلا. يعني انت شوف المشهد من 17 هلا عقل قياده حزب الله شو كان عم بيقول بدل ما انزل انا وناور بالشارع كانت الأزمة بتطول ولا بتقصر حكما رح تطول الأزمة. ما هو مين اللي هلأ عم بيضب المشهد كان عم بيحاول ركن أساسي عم بيضب المشهد كان حزب الله. لو هو عم بيقول أنا موجود بالشارع مين بدي طالب مين بدي يتولى ضب المشهد مين بدي يتولى إنشاء الحكومة. لهيك هو بعقله قال ما زال في زخم بالشارع موجود قوي خليني أنا أكمل لعبتي من داخل المؤسسات تحت عنوان ما أخسر وقت لوقف مسار الانهيار لأنه تقديراتهم المالية رح يوقفوا مسار الانهيار. هني عم قلك أنا عم بسألك قبل بسأليني هني كيف كانوا عم بفكروا النوايا تبعتهم المنطق تبعهم حاملين هم حاملين مسؤولية. حزب الله قلك بس مثل ما أنت قلت إنه حزب الله يا عنده نظرية بتقول إذا لبنان هذا النظام يجب أن يتغير في لبنان هيك نظرية حزب الله هكذا أفهمها نظرية النظام في لبنان يجب أن يتغير لكن من ضمن الاستقرار التغيير من ضمن الاستقرار مش أنا عم بحاول غير نظام لصلحه بعمل حرب أهلية بينتحر البلد. هيك عقلهم بيقول صحيح التغيير رح ياخد وقت أكتر بس بيكون تغيير صوبوين تغيير صوبوين ما عنده مشكلة بتروحي معه بكرة روحي معه بدي أوصل للتغيير للدولة المدنية وألغاء الطائفية السياسية يجهزين للحكي. حزب الله هو اللي اقترح من 54 أو أكتر شوي قال المؤتمر التأسيسي في لبنان وهلأ يطلع سمحت السيد يقول بناء على هالأزمة نحن حزب الله بس لأنه الأقوى هو يقول ذلك لأنه هو الحزب الأقوى لحظة هو بيقول أنا ما عندي مشكلة أي صيغة أنا لا أقول فيها أنا حاسب أنك الأقوى عم تقول هيك لأنه عم بقول شيء صح تعال نروح نلحق على الصح. فقال حزب الله مقابل ماذا؟ قال حزب الله ليش بدي روح أنا انزل على الشارع وطول الأزمة ووتر الأجواء أكثر خليني دير هذا دير هالعملية من المؤسسات مع زخم الشارع لنكسب وقت لأنه معلوماتهم المالية والنقدية دقيقة كثير عم تقول إنه رايحين خلال أسابيع وعارفين لوين رايحين بالمؤشرات المالية وعم بقول خلينا نكسب الوقت ونتجاوز الأزمة نقطع 2020 من دون كارثة مالية هيك رأي حزب الله نحتوي أقل قدر ممكن من الانهيار 2020 تحت وطئة اللي صار بنروح بنبلش مسار إصلاحي إداري أوكي. اقتصادي نقدي يمنح اللبنانيين فرصة للخروج من الأزمة. لهيك قالوا نطلع من الشارع ونشتغل داخل المؤسسات. هلا بنحكي بالأزمة الاقتصادية وأنه وين شايفين وين رايحين بس قبل لما تحكي عن نظام جديد وأنه ضرورة الانتقال من نظام إلى نظام اليوم شو هو النظام الجديد؟ هل المسيحيين أي حديث بنظام جديد بدك ترجع تحكي بدور الطوائف في هذا ومشاركة الطوائف في هذا النظام؟ هل المسيحيين اليوم مستعدين يتخلوا عن المناصفة؟ هل رئاسة الحكومة السنة مستعدين يتخلوا عن جزء من صلاحيات رئاسة الحكوميه اللي عطون الطائف؟ هل حزب الله لانه بيقولوا انه اذا بدك تفوت يا حزب الله على هذا النظام بشكل كطائفه انت اليوم عليك ان تتخلى عن شيء وهو شو وهو السلاح يعني هل حزب الله جاهز للدخول؟ انت عم تقول لي عم بقول لهم شو ما بدكم انا جاهز. هل جاهز للدخول في هذا النظام على حساب سلاحه مثلا؟ شو له علاقه سلاحه بكل هالقضيه؟ كيف شو له علاقه؟ يعني انه انت يعني عم تقول حضرتك انه في هذا النظام في حزب الله موجود قوه في هذا النظام موضوع السلاح مرتبط انه في عدو اسمه العدو الاسرائيلي هذا سلاح
لصالح وظيفته وحماية البلد. بس أنا عم بحكي مثل ما بتشوف القوى السياسية شايفة هذا النظام على هذا الشكل، في مناصفة، في صلاحية لرئاسة الحكومة، والطائفة الشيعية عندها يعني تشريعي، منصب تشريعي برئاسة مجلس النواب. اليوم بشوفوا أي تغيير لموازين القوى في هذا النظام، موازين قوى الطوائف، بده يكون على حساب أمر. إذا بدأ مثلا نفترض أنه المتالت، بدأ أفترض أو أنه دخول الطائفة الشيعية بسلطة تنفيذية، ما بدها تكون على حساب شيء. ما هو مش معقول يكون أقوى قوة، يعني هو قوة كبيرة بالنظام مع سلاحه مع إلى آخره، وكمان يرجع يفوت على قلب هذا النظام بشكل أساسي. ما بعرف إذا هن اليوم فعليا هيك عم بيقولوا له. لا أنت اليوم عم بيقول حزب الله. حزب الله من الأول أحزاب، إذا بنرجع للرسالة المفتوحة 85، رأي حزب الله باتفاق الطائف، أنا اتفاق طائف ميزته وحسنته أنها أوقف الحرب، لكنه سيئته أنه كرس طائفية سياسية، هيك رأي حزب الله. ورقة السياسية لحزب الله 2009 قال أن الطائفية السياسية هي العائق أمام الإصلاح في لبنان. ورجع بالألفان وناسي بال2010 11-12 لما حكي على المؤتمر التأسيسي، كان عم بقول ما نروح على مؤتمر تأسيسي نتجاوز الطائف. إذا أنا هلا عم بقوله، إذا أغلبية اللبنانيين اليوم عم بيقولوا من السنة والمسيحيين والدروز والشيعة عم بيقولوا نحن بدنا نظام مختلف، مش في جزء من هذا الخطاب موجود؟ حزب الله رح يقول لهم أهلا وسهلا، تعالوا نتفضل نتحاور، بدكم نتحاور بالمرحلة الانتقالية لاتفاق الطائف، بدكم نتحاور بفكرة الدولة المدنية، بدكم نتحاور بالمؤتمر التأسيسي. إذا الآخرين بدهم يكملوا بهاللعبة للنهاية، دكتور جعجع والرئيس سعد الحريري والسيد وليد جنبلاط، كل هالعالم تروح، مش بس ما انت ما فيك بس تيجي تقول بدي اضرب العهد ونتائج الانتخابات. يعني انت عم بتقول لا، بدك تلعب اللعبة ساعتها الطرف الثاني، بدك تلعب معه اللعبة صفرية، ما الطرف الثاني هالوراق بعدها بجيبته بيقول لك تفضل على اللعبة الصفرية، تعال لكان مش بس الانتخابات، تعال نعيد تشكيل كل النظام. حزب الله بخطابه السابق هيك عم بقوله، حزب الله ليس متمسكا بالنظام الحالي، حزب الله ما بده ينتج نظام لحاله، يمكن ما بيقدر، بس حزب الله جاهز اذا الاخرين بدهم يجي يناقشهم بالغاء الطائفية السياسية، وجاهز يناقشهم بالدولة المدنية، وجاهز يناقشهم بالمؤتمر التأسيسي، ما عنده مشكلة. حزب الله حزب الله هدفه مما حصل ليس حماية النظام. ما هذا النظام لما كان قوي وفي عوائد فساد ويزبط أموره، حزب الله كان واقف ويتف عليه لهذا النظام، يتف عليه بعده. ما عم بقلك لما كان، اسمعي، لما كان هذا قوي وبيجيب موارد بيوظف ناس وأرباح، حزب الله ما قرب عليه. مش هلأ هو النظام عم بيموت ويتدعوس وما طالع منه شيء، حزب الله بيروح بيحميه. حزب الله مش عم يحمي النظام، حزب الله عم بيحمي الاستقرار، حد أدنى من الاستقرار لإدارة أزمة. بتعرفي لو ما في أزمة اقتصادية ومالية، حزب الله كان أول واحد، بس نزلت الناس على الشارع سقط الحكومة. ما عنده هو رأيه أنه نحن مسؤولية الناس، وبهالأزمة ما نقعد نناور وما نطرح هلأ الأسئلة كتير كبيرة، تعالوا ندير الخروج الآن من الأزمة بسرعة وبعدين نناقش القضايا الكبرى. عم بقول الوحيد بلبنان بالقوى الأساسية اللي مستعد يناقش الأسئلة الكبرى السياسية، الوحيد. نعم. بالطائفية السياسية، لأنه الأقوى يا دكتور، لأنه الأقوى. صح. مش عم بحكي بالأخلاق أنا، ما عم بقولك لأنه الأقوى، بس الآخرين عارفين حالهم مش الأقوى، ياخذوا شوي يروح. شو عم تهدى هذا؟ لا لا، عم بقول ما هذا اللي عم تقولي لي اياه هو المؤكد. نعم. لما انت مش الاقوى، ما فيك تشي تتزاكى على حزب الله وحلفائه انه نحن بس بدي طير نتائج الانتخابات او بس بدي طير العهد. حزب الله حرصا على الحل التوازنات، ما هذا اللي بدي اقول لك اياه. اذا الدكتور جعجع، نعم، او السيد وليد جنبلاط او الرئيس سعد الحريري وجماعتهم بدهم يلعبوا لعبه، بدهم يفهموا طرف الاخر هو جاهز ليروح معهم، مش بس انه انتخابات وهيك، جاهز يروح معهم يقول لهم تعالوا نناقش كل اللعب السياسي، لانه جزء في مكان ما، هلا بدي اشتغرق فيها بس بدنا نتناقش فيها بعدين، في مكان ما طائف الشيعي اليوم ادمي تنازلات كبيره في لبنان، حضورها داخل المؤسسات، هذا اللي كنت عم اقول لك اياه، حضورها داخل المؤسسات هو تنازل جرى منذ الطائف، لانه السوريين والسعوديين عملوا معادله دفعوا جزء منا الشيعة، ماشي الحال، والشيعة ساكتين رغم انه ادائهم في السلطه كمان ليس افضل من اداء الباقيين في السلطه، بس عم بقول بالميزان. بس هذا كان الديل معه للرئيس في الحريري. اذا هلا عم بقول اذا الاخرين هلا عم بيقولوا ما نتحلل نلعب لعبه صفريه، عم بقول الطرف الوحيد فيكم كلكم اللي جاهز يقول لكم تعالوا نتناقش كل شيء هو حزب الله فاروق. طيب عم تقول انه حزب الله هو السبب الوحيد، انه عم تقلي لو ما في ازمه اقتصاديه كان هو اللي سقط الحكومه بالشارع، من هو هذا هو السبب، ولا حزب الله لم يكن يريد اسقاط الحكومه لانه هو كان نازل سنه ونص على الشارع وما قدر سقط حكومة السنيورة، وهو لا يريد أعطاء هذه الورقة للشارع على اعتبار؟ لا 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 والله، والله لا.
اوكي انا معلش 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 ايميل حلفان يعني بس هو جديا ما بيعنيه هذا الموضوع. انا مطلع على جزء من النقاشات بعرف كني لما بدنا ندوات واللقاءات بعرف جزء من عقلهم وين. فعليا هن حاملين كثير هم الازمه النقديه والماليه والانهيار. بيئتهم البيئه الشيعيه فيها كتله لا يستهان بها من محدودي الدخل والفقراء غير هموم هم من الوطني. بديش بس عم بروح لقلك بالحد الادنى الشيعي هذا وهذه مقولة لحظة لحظة شوي هذه مقولة الدولار هذه مقولة انه الدولار انه نحن عم يجينا دولار حزب الله عم بيقول للأمريكيين اذا انتم عم تستهدفوا تنظيم حزب الله نحن مواردنا مش من لبنان فعم بيريح اللبنانيين عم بيريح البيئة اللبنانية عم بيقولوا للأمريكي اذا دمرت اللبنانيين مش عم بتدمرنا انا كنا عم بيساعد اللبنانيين مثل ما قبل قال لهم نحن ما لنا علاقة بالقطاع المصرفي يا أمريكيين ليخفف عن القطاع المصرفي هو حق. لما اجى قال لهم نحن كتنظيم مالنا من ايران يعني انتم هالفوضى ما رح تخدمكم ابدا بس بيئة حزب الله اولا هو افراد حزب الله معلش هو افراد حزب الله شو يعني رويتهم بالدولار احنا بالعالم تكون مفكره في شيء ما هالبيئه انا عايش منها عايش فيها ومن عائلتي في فيها هذا شاب يعني بيروح بيشتغل بيغيب نص ايام من الشهر عن عائلته مرة بحرب ومرة بدورة ومرة وين وما بتعرفي وين امتى بيرجع حي ومقطش بتعرفي شو يعني عم نحكي 500 دولار 600 دولار 700 دولار هو بيخلصوا بيرجعوا بيشتغلوا شغل تاني أهلهم زوجاتهم بيشتغلوا ويعيشون الكفاف هول لحزب الله اللي بيقبض الدولار. طب والبيئة الشيعية مش صحيح أن حزب الله وبيئته هي ما بتأثر بالأزمة بس إلى أي مدى هذا الحصار الأمريكي على حزب الله عايش مع الناس وعزمة الناس أوكي. طيب إلى أي مدى هذا الحصار الأمريكي على الاقتصاد اللبناني وعلى المصارف وعلى كل اللبنانيين نجح إذا بدك بإثارة غضب اللبنانيين على حزب الله وإثارة حتى بيئة حزب الله على حزب الله؟ مش صحيح أولا لأنه الحصار الأمريكي هو عامل مساعد في الأزمة. الأمريكيين دورهم في الاقتصاد اللبناني من خلال دعم لنظام الريع الذي أسس بعض الطائف هم مسؤوليتهم اللي حصل ونتيجة إخفاقات محلية كان هذا اللي صمم هذا النظام اللبناني هن حلفاء الولايات المتحدة في لبنان ما في غضب على حزب الله ممكن أرمي لك الغضب على حزب الله وين لا لا حلك وين غضب على حزب الله بس اليوم كل اللبنانيين أنه شايفين في دعاية إعلانية أو دعاية ما شايفة كتير دعاية سياسية بلا ما شايفة كتير مش من اللبنانيين اليوم لبنان عم يخضع هذا الحصار لأنه في حرب أمريكية على حزب الله العامل الضغط الأمريكي عامل مساعد على أزمة عميقة أسبابها محلية وجزء من أسبابها المحلية هو حلف الولايات المتحدة تصميم هذا النموذج الاقتصادي. أوكي. أنا بقول لك الناس ورعبينا حزب الله أنه أنت يا حزب الله ما حربت الفساد أو يا حزب الله سكتنا الفساد هون أما أنه والله الأمريكا الناس أوعى بتضل بتأوعى وبتعرف أنه الأزمة مش هي هون. أنا أقول حزب الله ما هلأ شو صار عم بيتصور والله حزب الله مش فارقة معه الأزمة فارقة معه كتير فارقة معه كتير هو بيأدي كمنظمة بياخد كفافه من هذه الأموال اللي عم بيجيبها بيعيش عايشين بالحد الأدنى عم بيقولك بالخمسمية دولار والستمية دولار والسبعمية دولار وبيشتغلوا بيردوا كل يا دوب عايشين هو لي على العناصر مش على القيادات أكيد يعني القيادات قديه عم بسألها قديه القيادات 900 دولار 1000 دولار 1100 دولار 1200 دولار عم بيحكي عن جد عم بيحكي عن جد هون مش عم بتنبأ بس قديش ما عم بتنبأ بس بيئته العامة ليش عناصر حزب الله قديش هن من البيئة الشيعية 20% عم بحكي اللي هول اللي بيترا قادروا 20 طب هول 80% اللي هم بيئة حزب الله بس تسمح لي بهذا الموضوع اللي عم بقوله بس نقطة يا دكتور تسمح حزب الله متأثر يتأثر كبيئة اجتماعية كجزء من اللبنانيين ها يتأثر بالأزمة الاقتصادية وليس مرفها في ظل الأزمة الاقتصادية ويعيش آلامهم ويحامل هم أن يخرج البلد من هالأزمة مش أنه هنا عم يقبض على الدولار مش فارقة معهم مثل ما البعض عم بيروجوا كذبا ونفاقا وتدليسا على اللبنانيين اوكي فيني أسألك هلا وهن عايشين بأحلى أحوالهم هول بيحكوا هذا الحكي ومراكمين أموال من الدولة اللبنانية وعايشين باللوج. أوكي عناصر حزب الله مزبوط بتقبض هالقد قليل في بعض القيادات مزبوط خصوصا المقاتلين بيقبضوا قليل وعيالهم بس أنه أنت بتنفي أنه كان في موجة غضب واحتجاج من سنتين وجاية تزامنا مع الأزمة السورية من بعض هؤلاء على قيادات حزب الله كان في عليهم أيضا مظاهر الرخاء والحياة الباذخة تعرفي عن شو عم تحكي أنت؟ أنا عم تحكي عن شيء لا يتجاوز 1% بلا بلا في بتلاقي والله واحد ناس عم تقلك والله في فلان أنا عم بقلك تتجاوز 1% فيش أكتر وهذا بداخل البيئة ممكن ينتقدوا فلان الجماعة منهم أنبياء ولا ادعوا بعض النبوة بس حزب هذه المنظمة منظمة نظيفة جدا يتسلل إليها أحيانا بعض الفاسدين أو من يفسدون وبيفسدوا مش من المال العام مال عام ما لهم علاقة بي والله واحد من هم مد ايده من هم مد ايده بتم حسابته ضمن هذا الجو أحيانا في هذا الانتقاد بهذا الحدود أنه في هول 1% أو 1%
كمان يمكن الواحد بلا بس هو موجودين الناس احيانا بتقول طب ليش هيك بهذا بس هذا مش في حديث مع ضيوفي هون ودكاتره زملائك واصدقائنا انه لا كانت الظاهره اكبر من هيك بكثير لدرجه انه طلع مره تعميم طلب من كل القيادات انه ما يشتروا سيارات باهظه الثمن لانه في غضب كثير من الشارع عليهم ما كان من قال هذا الحديث علنا صح هذه حاله محدوده جدا هون اجى عمل هيك اجراءات من باب سد الذرائع بيقولوا اولا هو كلهم اللي الناس بتشوف السيارات جزء كبير منهم هذه ليست سيارات لهم جزء كبير منهم هو بيروح على مناطق وعره بحاجه لسيارات هلا كلنا عاد نحكي تفاصيل مهم طيب. فيش حاله بحزب الله برجع بقول لك حاله انه بعد في بعض الشغلات الفاعه موجوده بقول لك لانه مثل اي تنظيم لكن محدود جدا 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 في راي الجمهور في راي الجمهور اغلب الجمهور المؤيد للمقاومه ان هذه المنظمه نظيفه وصادقه ومخلصه نعم بينتقدوا فلان او فلان على على سلوكيات لانه في احيانا في بعض بيتصرف بشكل غلط على هيك قلت لك انا بنزل يعني عم بعمل ندوات كل الضياع ويوم بالاسبوع عندي 4-5 ندوات والناس اكثر شيء بتسال عن حزب الله اكثر شيء لي ليش حزب الله ما حارب الفساد هي بس والله انه في فلان والله ركب برانج وفي فلان ما هي قضايا كثير تفصيليه وكثير عابره ننتقل قبل ما يخلص وقتنا لهذه الحكومه المقبله في حال تشكلت شو هي المسؤوليات اللي على عاتقها خصوصا وانه في حديث جدي عن انه اذا ما اجابت على كل هموم الناس واذا ما وضعت اذا بدك حدود لهذا الانهيار في موجه احتجاجات ثانيه والموجه الثانيه راح تكون على شكل عنيف اكثر وهذا ما يذكرنا بسيناريو العراق صح اولا مسؤوليه الجميع هذه هي حكومه ممكن هذه الحكومة ليست هي الحكومة المثلى هذه حكومة الممكن حاليا في ظل الأزمة اثنان ما حدا يحاول بلبنان يلعب لعبة انه بدنا نفشل هذه الحكومة لنقول فشلنا تسوية معينة او طرف معين لازم بلش نؤمن كلنا اللي بالحراك واللي بالبيوت واللي بالقوى السياسية اللي داخل الحكومة خارج الحكومة حرام حرام المراهقة السياسية الآن حرام استمرار الفساد الآن حرام الفساد الآن علينا هلأ فعليا كلنا نتحمل مسؤولية ونظهر من الزواريب فما حدا يجي يتعاطى مع الحكومة تصفية حسابات مسؤولية الحكومة نفسها شغلتين أولا أجراءات آنية لمنع الانهيار أو الحد أو وقف الانهيار وضبط الانهيار واحتوائه أن نتجاوز بإقرار موازنة 2020 إصلاحية فيها إصلاحات فيها حد من الهدر وتستفيد من 2020 بتجيب مصاري من اللي فوق حكيتها كمان معك كانت من المقارنة قبل كل هالطوشة اللي كانوا بالدولة جزء كبير منهم بده يجيب مصاري من اللي تحت ليكسب وقت كان حزب الله عم بيقولوا جيبوا من اللي فوق يعني اللي جبناهم 3.5 مليار من المصارف والبنك المركزي بنزيدهم بدهم إذا بده يناقشوا بالورقة الإصلاحية بيرجعوا بيناقشوا بس ما نكسب 2020 موازنة إصلاحية لل 2020 نحد من الضرر نحد من الانهيار حتى أكون كمان كتير واضح ودقيق يعني تقديري ما رح يرجع سعر الصرف في 1500 سعر واحد بس إذا في سعران نضبط السعر الثاني بال 2020 نضبطه على 1700 على 1600 يمكن حدا يقول لك 1800 هذا ما حدا في يتنبأ بس شو عم بقول لازم يكون الهدف قد ما في هذا السيناريو هذا السيناريو الأفضل يمكن هذا رح لك يا السيناريو الأفضل فبدنا نعمل موازنة 2020 نحط فيها قدر المستطاع نضبط الوضع المالي والنقدي نحمل جزء من العجز للمصارف والأثرياء اللي عملوا أرباح بعمل اصلاحات اللي كلنا هلا متفقين عليها في 7-8 قوانين اصلاحيه جديه بمقدمتها استقلال السلطه القضائيه وتضارب المصالح ورفع السريه المصرفيه وكشف الذمه الماليه واللي بدك انه هو الاجراءات القريبه نوقف التهريب اللي عم بيصير لنستفيد منه خلصنا هول على المدى الاني لنقطع ال 2020 نكسب هالسنه اذا بين شيء من النفط بيريح الجو بيجينا مساعدات بال 2020 من الفرنسيين ومن البنك الدولي بفوائد قليله بيعطينا كتله نقديه بتضخ البلد 3-4 مليار اذا عملوا هول بنبلش بالاجراءات اللي هي الجديه اصلاحات الحاسمه بموضوع النقدي حول تخفيض خدمه الدين او الدين نفسه اثنان الموضوع الاقتصادي اصلاحات اقتصاديه خطه ماكنزي فيها كتير شغلات منيحه وفي شغلات بدها نقاش فيها تكون منطلق للنقاش وتروح نبلش نشغل فيها بشكل جديد لانه نحن بحاجه نقلل صادراتنا ونكثر نقلل الاستيراد ونكثر التصدير هذا ما نعالجه هذا له مجموعه خطط وما نعمل اصلاحات سياسيه على مستوى الشفافية اطلاع المعلومات وتتخور قانون الانتخاب نروح هلا المرة لنخوف السياسيين على المدى البعيد نعمل قانون انتخاب الدائرة الوحدة فدعمل كل هالمستوى الدائرة الوحدة ما بتخوف السياسيين بلا كتير قد ما أكتر ما بتتخيله والدليل إنها بتخوف السياسيين والدليل إنها بتخوف حزب الله بتخوف الكل لا ولا حتى حزب الله بخاف من دائرة الوحدة لا عم بقول الكل بخاف إلا حزب الله ما هيدا عم قول بس اسمع حزب الله بدي خوفهم لازم يخافوا
خافوا الكل. بس هو منه عادل يعني، انه بيقولوا منه عادل انه يمكن لبنان بالصيغه اللبنانيه بالتركيبه اللبنانيه الصيغه الصيغه يعني سوري الدائره الصغرى او الدائره هلا هذا له تفاصيل. بس انا كل ما كبرت كل ما كترت كل ما كبرت الدائره صوت الناس بيصير افعل. يعني اليوم عملي انتخابات لبنان دائره واحده، ها في كم لا يستهان من النواب الحاليين بصوتوا، بس هذا نقاش. لازم بدي اعمل اصلاحات سياسيه ونقديه واقتصاديه بهول السنة اللي كنا اكسبت فيها الوقت، يمكن سنتين إذا قدرنا نقطع أمورنا 2021، بقول واحد كمان 2021 قطع أمورنا. بس شو كنا عم نعملهم؟ بدأت تبلش الناس تشوف في محاكمات، تشوف في إنه الأداء السياسي اختلف، تشوف في أموال منهوبة عم تسترد، تشوف في أداء جديد، في وجوه جديدة. ساعتها أسألنا للناس طولوا علينا ببالكم خمس سنين لنظهر من الأزمة واستعدنا ثقة اللبنانيين وشوي من ثقة الخارج، منبلش نلاقي مسار على فترة من الزمن، ولا أقول خمس سنين، عشر سنين، بلش البلد يظهر شوي. عشر سنين. نبلش نظهر لمحال تصير بلد. عشر سنين هيك بدنا نضلوا نسمع. لا لا، عم بقول مسار بيظهرنا نظهر منه، نوصل بعد فترة وضعنا متوازن. إذا شافوا اللبنانيين إنه حالياً كلفة الانهيار عليهم مضبوطة وبلش يظهر من الأزمة، هذا شيء منيح. أهم شيء بدي أقوله هون نقطة، أنا عم بضبط الانهيار المالي والنقدي بال 2020 ورؤية السنة اللي بعدها. الاثار الاجتماعيه لما يجري اليوم شو بتعملوا بالبطاله؟ هذه ما بتحتمل اجراءات بعيده الامد هلا. طيب اللي ما عندهم ضمان صحي وعم بيروحوا على المستشفيات، طيب اذا بدنا نزيد موازنات للشؤون الاجتماعيه، هو اللي عم نوفرهم من فوق من المصارف ومن الاثرياء ومن التهرب الضريبي، بدي اجيب جزء منهم بنعمل نظام حمايه اجتماعيه لنتجاوز الازمه. نعم. بالضمان الاجتماعي، بالرعايه الصحيه، بموضوع المدارس، موضوع العطل على العمل. نعم. اذا ما عملت هيك بكون عم بتجاوز المشكله الماليه بس عم بينفجر الوضع الاجتماعي. نعم. وهذا ما بيعمل لي حل. نعم. هي هذا السيناريو الافضل. أفضل. اذا ما صار السيناريو الافضل شو بتوقع؟ فيك تحطي أسوأ التوقعات وحطيها قدامك على الطاوله. أسوأ التوقعات شو يعني؟ اذا ما عملتي لي صار هيك، لا انا عم بفترض انه هلا صار في حكومه، وهذه الحكومه اذا بدك رجعت عادت ودخلت بنفس النفق، نفق اذا بدك المناكفات السياسيه، شو بصير؟ ولا شيء، بنقعد ساعتها الوقت اللي بنكون كسبناه بال 2020 اهدرناه، وبتجينا الازمه بعد اشهر قليل بكل بساطه. اذا بس فتنا بهالدوامة بدون اي تقدم نكسب ال 2020 وال 2020 بينفجر البلد، او اذا كملنا ال 2020 او بال 2021 بينفجر البلد وبنشوف انفجار شعبي قد هذا الف مره لن يحتويه احد ولن ينحصر في اماكن معينه، وبنروح ساعتها على سيناريوهات تخيليها ما بدك فوضى. هون شيء مهم، كل مرة نحن عم نصير بحاجة للدعم الأجنبي، يعني نحن هلا بحاجة إلى دعم أجنبي، بحاجة إلى كتلة نقدية تنضخ داخل البلد 2 مليار 3 مليار 4 مليار بفوائد أو هبات أو فوائد متدنية لنقدر نتجاوز 2020. كل ما نفشل بدنا ضخ ومساعدات أجنبية أكثر، رح نبلش نسمع أكثر المقابل السياسي لهذه الخدمات. يعني الآخرين عم يدعمونا بمحلات لأنه ما عندهم مصلحة بالانهيار، بس كل ما عم بيصير تأثير الدعم لهم مؤثر أكثر رح يبلش يحكونا بخطاب سياسي أهم. طبعا. رح نبلش يسمعنا عم بيقولوا يا حزب الله بدنا كذا، يا مقاومة بدنا كذا. هلا يمكن ما يقولوا على السكت، هلا على هذا، لانه انتبه هلا التوازنات هلا بتسمح له. اعتقد انه هدف كل هذه الحمله وهذا جزء منها. هلا لحظه، اكيد في عندنا مشكله بنيويه بالاقتصاد اللبناني، انا مش عم من فيها، بس الا تعتقد انه المسار الحصار الاقتصادي هو واصل حتما؟ عملها تسريع. ايه؟ بس اذا عملت اصلاحات حقيقيه بتقدر تضبطي هذا الجو. بس عم بقول لازم نخاف منه، اذا ما لقينا حلول وضل هذا عم نحتاج اكثر للدعم المالي بمرور الوقت. اليوم لما تحتاجوا منه مثلا مليار مليارين دولار ما رح يجي لك اعطيني مثلا الصواريخ الدقيقه مثلا، أو والله عطوني تنازلوا لي عن الحدود البحرية اللي انتم مختلفين عليها. بس لما يصير بحاجة لاني 5 مليار و6 مليار و7 مليار وصير أنا مأزوم أكثر، رح يبلش هذا الداعم الدولي اللي هو فلان أو فلان أو فلان أو هاي الدولة أو تلك الدولة، رح يبلش يحكيني بالسياسة ويقول لي مرة الدولة الشرعية والسلاح الواحد، وهذا اللي بمكان ما يعول عليه الأمريكيين والإسرائيليين. ولهيك الموضوع المالي والنقدي والاقتصادي في لبنان هو تحدي وتهديد مباشر لمشروع المقاومة. شو ناويين يعملوا مشروع المقاومه؟ يعملوا في مجموعه كبيره من الشباب. في حال كانت القوى السياسيه استمرت في هذه المنافسه، على اعتبار انه هو يعتقد مشروع المقاومه، محور المقاومه في لبنان يعتقد انه هذه القوى السياسيه هي يعني تقصد بالقيام بالعرقلة بالمشاركة مع المحور، يعني هو يعني تتواطأ إذا بدك. حزب الله عندهم إدراك معرفي لكل ما يجري، يعني خططهم رؤيتهم واضحة، عارفين شو بدهم ينعمل، المسودات جاهزة، مشاريع القوانين اللي كتير اقترحوه، عندهم رؤية واضحة، فاهمين المشهد كتير. شو هي الرؤية الواضحة؟
هذه هلا جزء منه اللي حكيته عم بيقولوا انه سعد الحريري هو ينفذ اجنده امريكيه. هلا الامور مش بس هيك، خليني اكفي، متمسكين بسعد الحريري لرئاسه الحكومه، بنفس الوقت بيتهموه انه هو ينفذ اجنده امريكيه. اذا سعد الحريري ينفذ اجنده امريكيه، واذا الاجنده الامريكيه هي بدها توصل لحصار حزب الله عبر الاموال، فمش في شيء مش منطقي. لا يعني مش اولا مش صحيح انه الرئيس سعد الحريري بس قاعد بالبلد عم ينفذ الاجنده الامريكيه. يعني اذا انا مختلف انا والرئيس سعد الحريري لازم اقعد شيطنه للاخير وحمله، لا انا عم بسالك زلمه هذا الخطاب موجود شو مالك راي. هلا ما بظن انه راي حزب الله انه سعد الحريري دوره بالبلد بس انه ينفذ اجنده الامريكيه، مش صحيح هيك. هو اليوم استاذ ابراهيم الامين او بجريده الاخبار شو كاتبين؟ كاتبين انه اوامر الامريكيين او الأخبار. لا انا الرئيس سعد الحريري، الرئيس سعد الحريري يعطي اذن للامريكيين ومصالحهم في لبنان بدرجه مهمه، بس هو مش مؤامره امريكيه موجود في لبنان ماشي. اثنين، حزب الله في التركيب اللبناني عم تعطى مع وقائع، عم بيجي يقول من هالوقائع تعال نشتغل، رغم معرفتي في فلان وفلان عندهم سيناريوهات مختلفة، لكن إذا عطيت مشروعية لسياسات معينة وأنعت فيها جملة كبيرة من الناس ها وعملت توافقات وحفظت مصالح لسعد الحريري ولحزبه السياسي، وهذا اللي كان عم بينعمل بعد الانتخابات إنه خسر قالوا تفضل قود الحكومة، عم بيقول حزب الله هذا هو المسار، بدي أجربه للنهاية، إذا ما قلت لي ما صفت شو بدي أعمل؟ ساعتها بدك تطرحي كل السيناريوهات على الطاوله. هلا بدنا نجرب نكمل بهالتجربه، لهيك هي كانت رؤيه حزب الله قبل الازمه الحاليه ومن بعد الانتخابات، تعالوا نعمل اصلاحات حقيقيه. لا ما زخمها، اسمعي اللي اختلف هلا ما بعد الانتخابات حضرتك عم بتقول بالشكل الكافي، على الرغم انه سعد الحريري راح خسران، اجوا قالوا له تعال شارك في هذه السلطه رئيس حكومه على اعتبار انه هن يريدون هذا الاستقرار، جربوها تفضل. عم بقول لك اللي كان موجود هامش المناورة اللي كان عند كل القوى السياسية اللي مع حزب الله واللي ضد حزب الله ما عادش موجود هلأ. هلأ ما عاد موجود، أولا ضغط الأزمة كتير كبير، اثنين هالقوة كلها عم تضعف. هلأ يفترض كمان دور حزب الله، هذا بدي يبين معنا بس تنتظم هلأ العملية السياسية قديش حزب الله رح يطور بأدائه، يعني هو كان عنده زخم مقبول بعد الانتخابات نعم. إلى حد ما هلا شوف كيف بده يكملوا. عم بيقول بهول القوى الموجودة بنظام طائفي عم حاول ضل رمم التسوية أنا وياهم ونروح نناقش بالسياسات مشروعية السياسات، مستفيدين من زخم الرأي العام، مستفيدين من ضغط الرأي العام، مستفيدين إنه في كتير إنه مصالح ما ينهار البلد، ونشتغل بهول اللي موجود ونشوف قديش قادرين نمشي لقدام. إذا فشل هذا المسار وصلنا لمرحلة قطع حزب الله إنه خلاص هذا المسار سكر، ساعتها نعمل نقاش بكل القضايا من أول وجديد. نعم شكرا لك بما فيها المؤتمر التأسيسي. أنا كتير حابة المؤتمر التأسيسي، بدنا نشوف مين حابه غيرك للمؤتمر التأسيسي. يعني ما بتعرف ما حابينه للمؤتمر التأسيسي، ما بتعرف عم بقول رحنا على بس في اتمان بدها تدفع بالمؤتمر التأسيسي. ما زلت رح تسأليني السيناريو هذا الافضل لنا، السيناريو الأسوأ انه يحصل انهيار. ايه؟ اذا صار انهيار جدي ها حكما رايحين على مؤتمر التأسيسي وعلى اقوى صحيح واضح. شكرا لك دكتور حسام مطر على وجودك. بركي بيقول له اللي عم يتساكوا بالبلد شوي على امل انه يصير في عنا استقرار سياسي ونفوت اذا بدك بهذه الخطه. شكرا لك، شكرا مشاهدين على المتابعه. دقائق ولحظات ونرجع نتابع مع زميلي استاذ جورج ياسمين.